تفسير سورة الصف، أسباب نزول القرآن الواحدي، أسباب النزول لبعض الآيات المباركات من كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الآية 1. عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا وقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى عملنا. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى آخر السورة. فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الآية 2. قال المفسرون: كان المسلمون يقولون: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فدلهم الله تعالى على أحب الأعمال إليه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. الآية: فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا مدبرين. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع التلاوة المباركة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.